تمام. طيب خلاص ولا ومحتاجين نبيع حارس. نبيع حارس؟ أول مرة تسمع حاجة زي نبيع دي. حارس إحنا نحرس؟ الحمد لله لأول مرة يبقى عندنا تخمة في مركز الحراسة. طب خليني أسألك وتجاوبني بأمانة. نعم. في فترة التخطيط لما كان الكابتن محسن صالح متولي المسؤولية كان دايما يطلب، ومن قبل حضرتك ومن قبل حضرتك كمان بشوية، بس مع في فترة الكابتن محسن بالتحديد كان دايما هناك طلب ملح: الأهلي في حاجة إلى حارس مرمى، الأهلي في حاجة إلى حارس مرمى، الأهلي في حاجة إلى حارس مرمى. فجأة كده اختفت أزمة حراس المرمى لدرجة حضرتك بتقول دلوقتي إنه الأهلي محتاج يبيع أحد حراس المرمى؟ أنا بقولها كده نعم. لأنه افتخار بأن احنا افتخار. عندنا دلوقتي نعم. 4 حراس ما شاء الله، يعني ما عندناش أي مشكلة في نعم. الحراسة. ومش عشان أنت أبو مصطفى، يعني الولد ده أقنعني بتغيير نظرية كنت أنا بعتقد فيها وكل الرياضيين بيعتقدوا فيها، إنه اللعيب لما بيكون بعيد خصوصا حارس المرمى حساسية ايديه طبعا بتبقى على الكورة طبعا مختلفة، ده صحيح. بتمسك الكورة بتحس نعم انها سخنة، نعم لما بتاخد قرار ممكن يتأخر اجزاء من صح الثانية. صح فانا كنت بشفق عليه في مباريات بينزل فيها بعد غياب طويل وخلف حارس عملاق، طبعا. لكن عنده يعني صفات إرادية مش موجودة، يعني الصفات الإرادية اللي بتكلم عنده الثبات والتصميم والإرادة والثقة في النفس، الحاجات دي موجودة فيه بطريقة غريبة. لما ينزل الملعب كأنه كان موجود في الماتشات اللي فاتت، مظبوط. وأدى أداء جيد جدا في كل الاختبارات اللي مر نعم بيها. نعم فأنا يعني سعيد أن وجوده بيطمني أنه سواء بيلعب ماتش وبيقعد ماتشين، نعم سواء بيلعب ماتش وبيقعد 3، مش مشكلة. لكن يعني هل هتيجي يعني. كنت من المؤيدين في البداية لضم حارس مرمى؟ خصوصا سمعنا عن أبو جبل وسمعنا عن بسام وسمعنا عن أسماء كتيرة، أرجوك تديني إجابة بصراحة. لا بسرعة، عايز تفكير عميق. ليه؟ لأنه ده أنا قلت بصراحة مش لأن بسرعة. قرار سيادي وقرار خطير، فهمت؟ فمعرفش يعني هل أبقى أنا يعني كسرت مبدأ السرية في لا العمل. لو يعني لو مش عايز تجاوب احترم جدا جدا رغبة الضيف دايما. كابتن خطيب سألنا، نعم. فقلت له احنا عندنا احسن حراس مرمى، نعم، مش محتاجين حارس مرمى تاني. وطمنته ان احنا عندنا حراس مرمى كويسين، كويس، سواء علي لطفي لما كان موجود، نعم، او سواء مصطفى، او سباق مخلوف اللي موجود حمزة القرآن، نعم، ما كانش حمزة فيه مصطفى مشكلة. مخلوف، نعم. والخطيب خد الفكرة وخد النصيحة حطها في دماغه يعني، نعم واشتغل عليها، واكتشف انه فعلا احنا ما عندناش، احنا ليه مرعوبين كده؟ اتضح انه يعني انه اللي كان قلقان جدا هو المدرب كولر، كان قلقان. نعم. طب هنعمل، لا محتاجين، احنا محتاجين حارس مرمى وبسرعة. نعم. ليه؟ لانه ما كانش ادى فرصة لسه لمصطفى عشان يشوف، نعم. كان بيدي لعلي لطفي، ما كانش نعم. بيدي لمصطفى. إلى أن غادر علي لطفي. فالخطيب الخطيب بلغه انه لا احنا هنعتمد على اولادنا، نعم. والحمد لله انه القرار كان سليم. أيوه.